بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام عليكم ايها الاحبه الكرام من مشاهدي قناه كربلاء الفضائي ورحمه الله وبركاته. عظم الله أجوركم وأحسن الله عزاءكم وتقبل الله أعمالكم في هذه الأيام المباركة أيام الحسين الشهيد أيام عاشوراء وأيام الطفل الخالدة نرحب بكم مجددا في برنامج نقطة الضوء البرنامج الأسبوعي المباشر الذي يأتيكم من مدينة النجف الأشرف برفقة الضيف الدائم للبرنامج الشيخ الدكتور عبد الأمير آل بصري حكم الله حياكم الله عظم الله الجوري. أجركم الله الله يحفظكم ويرعاكم مشاهدينا الكرام بما ان الزياره المليونيه لزياره أربعين الامام الحسين بدات فاننا سنتناول بما يتعلق بهذه الزياره المباركه، اسمح الشيخ دعنا نتحدث عن خصوصيه زياره الامام الحسين بشكل عام، لا عن زياره الحسين بشكل خاص. هنالك تاكيد ورد في الاثر في احاديث اهل البيت عليهم السلام، الائمه الأطار عليهم السلام على قضية م. زيارة الإمام الحسين الخاصة والعامة دون م. باقي الأئمة عليكم السلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين اللهم الطاهرين، اللهم صل على محمد وال محمد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل. بالواقع الساد اللي تفضلت به هو طبعا ليس فقط في زيارة الإمام الحسين اكو تأكيد، لكن أكثر تأكيدا هي زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، وإنما زيارة المشاهد المشرفة سواء كان الإمام الحسين أو غيره من الأئمة سلام الله عليهم من قبور الصالحين من غير المعصومين يعني كذلك الزيارة هي عبارة عن تزود، نحن نعلم ونشهد ونعتقد بأن الإمام أو أن صاحب القبر هو حي يرزق، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون. نحن حينما نزور الإمام الحسين سلام الله عليه، أو حينما نزور أحد الصالحين، لا بد أن نتزود من هذه الزيارة. وهذا المعنى تبينه الزيارات الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. أشهد أنك تسمع الكلام وترد السلام. يعني نحن نشهد بأن الإمام سلام الله عليه يعني هو تجديد عهد. مع الإمام سلام الله عليه، فنحن حينما لم نوفق أن نكون مع الإمام سلام الله عليه أيام شهادته، لم نكن من أنصاره، وهي أمنية تبقى في قلب كل مؤمن. الآن حتى لا يُحرم المؤمنون من هذه النعمة، من هذه من الكون مع الإمام الحسين سلام الله عليه، فهذه الزيارة هي عبارة عن تجديد عهد، وتجديد بيعة مع الإمام الحسين أو مع المعصوم الذي نزوره. فنحن نتزوج من هذه الزيارة معنويا تربويا أخلاقيا دينيا كل ما لمعنى الزيارة من آثار في نفس الزائر ولهذا ينبغي للزائر أن يتحلى بهذه المثل العليا يعني الزائر حينما يذهب للزيارة زيارة الإمام المعصوم تختلف عن زيارته مثلا لفرد متحف أو فرد مكان يعني تاريخي أو ما شاكل ذلك لكن المكان يروح للنزهة أو للفرجة أو لزيادة معلومات عن ذلك المكان أما أن لما أزور الإمام الحسين سلام الله عليه أعتقد بأنه حي يرزق يسمع الكلام ويشهد المقام ولهذا ورد بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن المعصومين أن من زار الإمام الحسين عارفا بحقه هاي كلمة عارفا بحقه يعني يعلم يعني أهمية صاحب هذا القبر وماذا و ما قدمه للدين للإنسانية للمذهب بكل معنى الكلمة يعني أنا أعرف كون أول شيء أنا لما أزور الإمام الحسين سلام الله عليه أعرف من هو الحسين مو أنا جاي كأنه رايح في نزهة كما أنه البعض مع الأسف أقول يعني زيارتك لا زيارة هو يعتبرها يعني بتعبير آخر هي عادة لا عبادة عادة عند البعض والقليل طبعا البعض القليل جدا وإن شاء الله من خلال هذه الزيارات المليونية ومن خلال توجيهات المرجعية الرشيدة ومن خلال توجيهات بعض الخطباء وفقهم الله إن شاء الله يعي الآخرون كن ينتبه الإنسان أحسنتم إنه يعني كل الأمور العبادية مو حتى الزيارة يمكن الرجوع إلى يكون نعم عادة نعم قد, قد, تكون قد تكون اشتباها قد تكون تهاونا قد يكون يعني البعض إحنا أيضا نعذره بعض الشيء لكن نقول من الآن مع مع بالزياره الأربعينيه، هاي الزياره المليونيه، هاي المسيره اللي ادهشت الدنيا واقعاً يعني العالم كله مندهش، مسلمين وغير مسلمين كل يعني يتوقف أو يقف أمام هاي الزياره مندهشاً ومتعجباً لهذا التنظيم وهذا الترتيب وهذا التفاعل ويعني بغض النظر عن المقام الاجتماعي، المقام العلمي، الكبار السن وصغر السن، كون رجل أو امرأة، ماكو كلها تذوب أمام قضية الإمام الحسين فهي لا, لا تأتي من فراغ أكيدا مهما, مهما أنفق العاملون على مشروع مهما حاولوا أن ينجحوا مشروع ما يصل إلى المقام هذا اللي, اللي إجى يعني بعفوية لا بتنظيم مسبق ولا ببذل اموال لاصحاب المواقف هذه الجوانب ان شاء الله سمح شيخ نتطرق لها ولكن بما انه تناولنا فلسفه نحن الزياره فلسفه الزيارة, الزيارة, الزياره تزود تزود نعم. سمح شيخ خلينا نثير بعض الشبهات اللي تثار في العاده باعتبار ان هنالك ائمه عليهم السلام لاحق بعد سابق الامام الحسين استشهد ومن بعده الامام زين عابدين، البعض يشكل يقول الحسين وباقي الائمه من اهل الاخره وانتم تتوجهون الى من خرج عن الدنيا وليس بامام زمانكم، لماذا لم لا يكون التوجه الى امام الزمان؟ ماذا للحسين في الدنيا؟ تقولون انه حي يرزق عند الله سبحانه وتعالى ولكن هل له دخل في الدنيا هنالك قضيه مرتبطه بالطلب طلب الرزق طلب العافيه طلب عند القبور مطهره هل هذه القضيه تثير الشبهه ام لا قضيه الصلاه قضيه التوجه بامور اخرى الى قبر الامام هل هذه الامور تثير شبهه ام لا طبعا هي مو شبهه هي مغالطه واكو فرق بين الشبهه والمغالطه اللي يصير هيك مغالطات هو قاصد هو يعلم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم هو يعلم انا حينما اذهب الى الامام الحسين انا لا اعبد الحسين وحينما اطلب من الامام الحسين انا اتوسل بالامام الحسين الى الله عز وجل لان اعلم ان له مقام هذا في الشيء يعني الجميع هذه الثقافه سمحت يعني الشيء يعني خد الا خد الذي في نفسه مرض الا الذي في نفسه مرض ولهذا هم يعتقدون بأننا حينما نطلب من الإمام الحسين أو في حضرة الإمام الحسين نحن نطلب نعم. من الله عز وجل وأي واحد هسان بعض الأصوات الشاذة بعض الأصوات المنحرفة نعم. اللي قد تسيء للمذهب وتسيء للتشيع وتسيء للإمام الحسين هاي بعد أنا ما أنظر لها أنظر إلى المستوى العقل والمستوى العام والمستوى اللي ترعاه المرجعية واللي ترعى الجهل العلمية يعني إحنا نتفاعل بعلم خلينا نقول إذا صح العبارة مع زيارة الإمام الحسين مو بقضية تقليد أعمى إحنا لما نشرف بزيارة الإمام الحسين أولا مثل ما تفضلت نعتقد بأنه حي يرزق أما تقول المفروض إحنا نتفاعل ويا الإمام المهدي اكثر مما نتفاعل مع الامام الامام الحي مع, الامام الموجود ايضا نتفاعل مع امام مع الزمان مع ال... احنا ما تاركين امام الزمان حتى انت تشكل عليه تقول ليش ما تتفاعلوا ويا امام الزمان؟ نحن في كل حركاتنا وسكناتنا ودعائنا وقضايانا نحن نرجع للامام، اولا غيبه الامام مو غيبه شخصيه هذا اعتقادنا غيبه معرفيه الامام موجود الامام يفرح اذا 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 واحد من المؤمنين عمل عملا صالحا الامام يستاء اذا واحد من المؤمنين عمل عمل سيء نستجير بالله اعمالنا تعرض على الامام اعمالنا دعائنا يرعاه الامام هو اللي يدعونا احنا اللي بفضل وببركه الامام سلام الله عليه تقضى حوائجنا فاحنا ما تاركين الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف حتى تشكل عليه هذا الاشكال اما تع... تعلقنا بالقضيه الحسينيه طبعا كل المسلمين باختلاف مذاهبهم باختلاف مشاربهم باختلاف انتماءاتهم كلهم يعتقدون بانه الدين ماخوذ من الروايه مستحيل هسه اي مسلم لما تيجي تقول له تصلي الصبح ايش كم يقول لك اصلي ركعتين ماكو ايه بالقران تقول صلي ركعتين لا. اقول له من اين لك هذا يقول لا. انا من الروايات من السنه اذا انا لما الروايه تجيني وتحثني على زياره الامام الحسين، من زار ولدي الحسين عارفا بحقه، من زار جدي الحسين عن الامام الصادق، من زار، فهذا الفضل بالزياره والروايات المتواتره على فضل زائر آه الامام الحسين او مقام زائر الامام الحسين، لما انت تاخذ بالروايه وانا اخذ بالروايه تاخذ يصير انا اخذ ما يصير، هاي روايات وحتى كتب العامه تذكر. فضل زياره الامام الحسين سلام الله عليه او مقامات الامام الحسين او الحث على اقامه شعائر الامام الحسين انا اعتمد على الروايات الوارده عن المعصومين سلام الله عليهم اجمعين اذا انا امتثل لقول النبي صلى الله عليه واله اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي انا اتمسك بالعتره كما اتمسك بالقران الكريم تمسكي بالعتره اني انا اعتقد بان الامام الحسين سمح شيخ هذا هذ... ه... خلينا نتوقف عند هذه القضيه نعم. قضيه التمسك بالعتره التمسك نعم. بالعتره فقط فقط التوجه الى المراقد المطهره لو تمسكوا بنهجهم هذا ايضا اشكال ممكن يطرح انه انتم قاضين السنه اكثر أيام تتوجهون الى المراقد المطهره ممكن ممكن طيب هذه محبه هذه بامر النبي ان هنالك محبه وموده لاهل البيت القرآن طيب القران لا اسالكم عليه اجرا الا الموده الموده المودة, نعم الموده في القلب موجوده وليس في قضيه فقط التوجه الى المراقد طيب احنا ليش ما نتحدث عن منهج هذا الإشكال أيضاً طرح القضية قضية تروح تزور وترجع وأيضاً قضية أنه أجر الزائر بهذه الكم يعني البعض يستغرب يقول لك ألف حجة ألف عمرة حط من الذنوب يقول لك مم. هذه هذه فرصه يقول لك انتم لقيتوها فرصه انتم تبثون هذه القضيه بين, 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 بين الناس خلال السنه نعم. اذنب براحتك وانت راح تروح تزور هذه هم نعم. طرحت كشبهه على لسان بعض المحسوبين على على نعم. اتباع اهل البيت انه ها سوي اللي تريده من تزور الحسين كل ذنوبك راح تروح نعم انت ذكرت هذه دعوه شبهتين للذنوب شبهتين متداخلتين نعم اجيب على الشبهه الاولى وهي الموده والمحبه وحبنا لاهل البيت احنا لما نتودد للمعصومين لاهل البيت بصوره عامه لما انا اريد القران يقول قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربة مم. يعني هل ان الموده انه انا اروح ازور الحسين وارجع هاي الموده او اروح ازور امير المؤمنين هذا جزء من الموده وليس جزءا كم من زائر وما ما يتود الموده شيعتنا من اطاع الله فينا طيب هم يقولون شيعتنا من اطاع الله فينا انا شنو فائده اكون زائر للامام الحسين نستجيب بالله وانا من الصبح اسوي انا اشتغل بالربا مثلا او انا مثلا مرتشي او انا منافق او 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 او, أو أقل أكو, اكو ابيات اكو ابيات يقول تعصي الاله وانت تزعم حبه هذا لعمرك بالفعال فضيع لو كان حبك صادقا لاطعته إن المحب لمن يحب مطيع. مطيع فأنا لما أشرف بزيارة الإمام الحسين لما أكون من, من ضمن زوار الإمام الحسين ينبغي أن كل ما يرضي الإمام الحسين سلام الله عليه كل ما طبعا لا شك ولا ريب أنا حينما أزور أزور الإمام الحسين معتقد بأنه يرى مقامي يسمع كلامي ويرى مقامي ويرد سلامي، هذا اذا وهسه هذا جاوب على اشكالكم الثاني على انه يقولون انه زياره الحسين تغفر الذنوب وتحط الماء كذا، هذا هم مو مطلقا، مو مطلقا لانه هسه راح يجينا ان شاء الله خلال الـ 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 البرنامج راح تكون اكو روايات مختلفه. مرة يقول من زار الحسين عارفا بحقه كتبت له بكل خطوة عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات ورفع عشر درجات ومرة يقول الف حسنة والف سيئة والف درجة ومرة يقول حجة وعمرة ومرة يقول الف حجة شنو هذا التغير بال بالدرجات وبالاجر وبالثواب هل هي القضية مزاجية مو هكذا يشكل المخالفون المخالف هو لا يفهم حقيقة زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه لا يعرف كنه زيارة الإمام الحسين ولهذا هو يشكل هذا هو يشكل يعني اكو فرد قضيه يذكروها ما ادري قد خاف تاخذ وقتنا اذكرها باختصار بعضهم من يشكل على انه معقوله من زار الحسين سلام الله عليه كتبت له حجه وعمره أسرع اقل على هذا التقدير حجه وعمره مقبوله يذكر احد العلماء يقول احد الملوك ظل طريقه بالصحراء ظل طريقه بالصحراء فكاد ان يموت من العطش والجوع فوجد خباء خيمة راح لقى بيها رجل هو وزوجته عندهم فقط شات واحدة فذبحوا حولها هاي الشات وقال لهم أنا الملك الفلاني إذا احتاجته قضية أنا موجود فبعد فترة احتاجوا أجوا فالملك سأل ندماء وزراء قال لهم هذا قدم لي شات وهي ما عندها غير هاي الشات الواحدة قدم لي كل ما, كل ما يعني. فما جزاؤه واحد قال له جعله وزير واحد قال له انطيه عشرة من الشياه قال لهم أعطاني كل ما يملك فحقيقة علي أن أعطيه كل ما أملك فأعطاه الملك أقول مع الفارق يعني حتى لا المشاهد الكريم نعم مع مع الفارق أقول الله عز وجل الحسين أعطى لله كل ما يملك إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى, ترضى والله هو أكرم الأكرمين فهل من الجود والإحسان والكرم لله عز وجل أن يبخل على الحسين ببعض ما يملك يعطيه بعض ما يملك الله يملك خزائن الدنيا أسأل الله يريد ينطي بالدنيا يعطيه يطيب في الدنيا, الدنيا والاخره مقام قيمة الدنيا والآخرة الاول هو الحسين لا يريد الدنيا لو وضع يده بيد يزيد وانتهى م. الامر ولو كان قد بايع يزيد لا اعطاه الدنيا كلها لكن الحسين اراد الاخره هم النبي صلى الله عليه واله لما تأتيه فاطمه سلام الله عليها تطلب ان يبتاع لها خادم قالت أبل قد مجلت يداي من دور الرحى اريد ان تبتاع لي خادم قال بني إنا اهل بيت قد عجلت لنا مراره الدنيا بحلاوه الاخره فهم اهل البيت هم ما كانوا يريدون الدنيا الدنيا هو المؤمن شنو الدنيا سجن للمؤمن سجن المؤمن وجنه الكافر المؤمن يكون بها زاهد عابد متعب نفسه هو. فهو هاي لما أمير المؤمنين سلام الله عليه يصف المتقين في خطبته الشريفة يعني هم مو أهل الدنيا هم يعملون لتلك الحياة الدائمية الأبدية وإن الآخرة لهي الحيوان كما يصفها القرآن الكريم فمحل الشاهد أن لما تقول أنه زيارة الحسين وتشجيع على المعصية أنه أنا أعصي الله عز وجل وأنه أروح للحسين والحسين راح ببركات زيارة الإمام الحسين يفعل الله يا أخي بشرطها وشروطها بشرطها وشروطها طبعا اولا توصيات المرجعيه ان شاء الله اتناول إن نعم توصيات اهم شيء بتوصيات المرجعيه المرجع الله يحفظه يقول الله الله في الصلاه طيب الله الله في الصلاه ان قبلت قبل ما شاء الله اذا القضيه وردت ما ورد عن زياره الامام الحسين بخصوصيتها باجرها بثوابها والتاكيد عليها فيها شروط نعم مو كل واحد يحصل مثل ما قلت واحد يحصل حجة، واحد, واحد 10 وواحد سيء واحد, سيئة، واحد, واحد ممكن, ممكن يحصل سيئه بها مو هي مدرسه استاذ ابو طيب. زينب هي مدرسه امتحان بالامتحان مدرسه احنا في في شعبه واحده في صف واحد طلاب كلهم ياخذون 100% لا مو ياخذ واحد ياخذ 10 20 30 40 كل من حسب اكو طلاب هم تعبه وحسب مذاكرته اكو من ينجح واكو من يفشل واكو نعم اكو طيب. لكن اكو محاولات احنا ما نريد يعني نحبط معنويات المؤمنين نقول انه مدرسه الحسين ان شاء الله الكل ناجح بها ماكو واحد فاشل ان شاء الله الكل ناجح خلي النيه صافيه ان شاء الله وخالصه نعم. لله سبحانه وتعالى نعم. طيب خلينا قبل ما نروح للفاصل بدقائق نمر على حديث الامام الهادي عليه السلام، خاص زياره الأربعين بخصوصيه، يعني زيارات الامام حسين كثيره نعم. وفيها خصوصيه في ايام السنه في شهور السنه كثيره هي الزيارات، نعم. لكن الامام الهادي ركز على هذه الزياره، ليش ركز عليها؟ نعم هو الامام العسكري وليس الامام الهادي, الهادي نعم، طبعا الامام العسكري اشار الى قضيه وهي علامات المؤمن من علامات المؤمن زياره الاربعين طبعا زياره الاربعين لما لها من اثر يعني يعني هي اولا زياره مخصوصه، الزيارات المخصوصه دائما ورد التركيز من, من الائمه المعصومين سلام الله عليهم زياره عاشوراء، زياره عرفة زياره الاربعين، تأكيد الزيارات يعني. المخصوصه مم. للامام الحسين سلام الله عليه لتجديد العهد مع الامام الحسين سلام الله عليه، واذا قرات مضامين الزياره تجد ان فيها تأكيد على هذه الزيارة الرواية اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله عن الإمام الصادق عن الإمام العسكري تؤكد على زيارة الأربعين لأن باعتبار الإمام زين العابدين سلام الله عليه يسموها زيارة مرد الرؤوس هي زيارة الأربعين إنما صارت بعد مجيء السبايا بعد رجوع الإمام زين العابدين سلام الله عليه من الشام ووصل إلى كربلاء صادفت يوم 20 صفر يعني بعد مرور 40 يوم من شهادة الإمام الحسين فكان هنا مقام للإمام زين العابدين سلام الله عليه بهذه الزيارة وأكد على هذه الزيارة وصارت يعني حاول الظالمون منع هذه الزيارة وإبعاد الناس عن هذه الزيارة لهذا تجد الأئمة سلام الله عليهم أجمعين ركزوا على هذه الزيارة يعني كردة فعل للظالمين باعتبار أنهم يريدون الحيلولة بين, بين المؤمنين وبين زيارة, زيارة الإمام ممتاز. الحسين سلام الله عليه فهذه الزيارة لها وقع لها أثر الآن في زماننا مع وجود التواصل الاجتماعي مع وجود فضائيات مع وجود يعني الإعلام ولله الحمد بين هذه الزيارة الآن تجد يعني حتى اللي ما يتمكن من المجيء لزيارة الإمام الحسين أنا أشوف في دول يعني في دول أوروبا يمشون يعني في يعني في مسيرة خلينا نسميها يعني مثل تشبيه او كذا يعني يطلعون في مكان ويمشون ويسيرون كذا حتى يعيشون هاي اللحظات الايمانيه، هاي الاجواء الايمانيه المسيره اللي هي مسيره الى الله واقعا، من زار الامام الحسين كانما زار الله في عرشه كما ورد عن الامام الصادق سلام الله عليه، فشوف هاي الزياره لها خصوصيه لان تجد لحمه وتجد توافق بين المؤمنين يعني إذا الآن تسأل الأخوة اللي تشرفوا أو بالحج أو العمرة قد يكون عند الكعبة الشريفة هناك يصير مثلا فتش شجار بين الحجاج أو يصير اعتداء من واحد على واحد أو تجاوز أو ما شاكل ذلك لكن في زيارة الإمام الحسين مستحيل يكون ذلك شوف أكو تآلف أكو توادد يعني الكل حتى لو كان معتدى عليه يقول لك أنا حقي أعوف للإمام الحسين ما طول أنت زائر للإمام الحسين الذوب فيه القوميات مهما كانت القومية مهما كانت الجنسية مهما كان اللون، مهما كانت اللغة، مهما كان المقام، الكل يذوب أمام قضية الإمام الحسين. فزيارة الأربعين هي مثال للوحدة الإيمانية، مثال للوحدة الإسلامية التي طبعاً أكد عليها القرآن الكريم وأكدت عليها الروايات الشريفة. فإذا الإسلام هو كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، ومصداقها زيارة الإمام الحسين يوم الأربعين. صلوات الله السلام عليه. نسأل الله ان يرزقنا هذه الزينه ان شاء الله, الله نذهب الى فاصل نقعد معكم ان شاء الله مشاهدينا مش فاصل قصير نتواصل معكم في هذه الحلقه من برنامج نقطه الضوء ابقوا معنا لم يزل يومك غضا كربلاء شامخا يسمو واياه الاباء سامقا فهو الى العز وجود خالدا فهو إلى الدين بقاء أي يوم ولد الإسلام فيه من جديد وتهاوى الأدعياء وتعالى خافقا في الأفق لكن بعدما سالت من السبط الدماء قتلوه وهو ضام فاستحالت أرضها تبكي عليه والسماء حينما ثار على الظلم حسين رام اصلاحا ابته الاشقياء وراى الامه في امر مهول سامها بالذل قوم طلقاء فاغتدى يحمل في كفيه قلبا ملؤه الحب اليها والوفاء بطل شهم كمي ليس يخشى فهو من حيدر صنو وانتماء حوله الفتيه من ال علي وصحاب اتقياء اوفياء طلقوا الدنيا هياما واشتياقا للقاه فهنا طاب اللقاء رسموا في حياكم الله من جديد اخوتي الكرام مشاهدي قناه كربلاء الفضائيه في هذه الحلقه من برنامج نقطه الضوء والمحاور تدور حول قضيه زياره الاربعين زياره الامام حسين في يوم الاربعين قبل العوده الى ضيفي ننوه الى ارقام الهواتف الخاصه بالبرنامج ستظهر امامكم اسفل الشاشه بالامكان الاتصال وتواصل معنا وطرح الاسئله فيما يتعلق بزياره الاربعين حياكم إياكم الله وبياكم الله قبل فاصل طرحنا بعض الشبهات اللي تدور حول موضوع الزياره وزياره الامام الحسين واجر الزياره وما الى ذلك شبهه اخرى ايضا تطرح هي قضيه انه المشي طيب هسه سلمنا انه زياره الامام الحسين هل ورد انه لازم تمشون زين تمشون مسافات طويله مئات الكيلومترات ايام طويله الناس تركوا أعمالكم أعمال. أي شغلكم أي أي أعمالكم أحوالكم, أحوالكم يعني هذه يعتبروا قضية مو عقلائية يقول لك طيب ركبوا سيارات احنا بها زمان مو مثل قبل, قبل على الجمال هسا لا على المشي وتأكدون على القضية وتركزون على هذا الموضوع المشي إلى الحسين المشي إلى كربلاء والآن بعد صارت القضية دولية من دول أخرى يمشون من مدنهم إلى كربلاء طيب هذه القضية شو نرد شبهه بها؟ يعني اجوبه كثيره انا اختصر الاجابات، الجواب الاول نحن نتعبد بالروايات تعبدية. ورد عن النبي صلى الله عليه واله من زار ولدي الحسين عارفا بحقه كتبت له بكل خطوه كذا حسنه حسب حاله بكل خطوه هي هاي بكل خطوه آه الروايه عن الاعمش بن عطيه زار زيارة الأربعين مع جابر الأنصاري. مم. جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه. أول أربعين. صحابي. مم. وهو وصل إلى وادي كربلاء يوم عشرين صفر. وجد القضية منتهية وكذا فهو أولاً يعلمنا من خلال الرواية أنا أطرح بعض آداب زيارة الإمام الحسين ومن خلالها جواب على الشبهة اللي تفضلتوا آه بها. الأعمش بن عطية يقول اغتسل جابر بماء الفرات. إذا الأدب الأول من آداب الزيارة الغسل. يستحب الغسل. ثانيا لبس انظف ثيابه. ما لبس راكسود ولا خلى ولا ما ادري شنو. ثلاثه وهو المهم يقول اخذ يقصر الخطى. وهي ايضا من التوجيهات المرجعيه انه المؤمن ينبغي انه يقصر الخطى، يعني يمشي مشيا هويده يعني برويده لانه قال حج زاير الله يرحمه يقول نحسب على حسين الخطوة هاي كل خطوه لك بها اجر وثواب. فنكثر الخطوات. قصروا يقصر الخطأ. ليش يقصر الخطا لانه ورد بالروايات بكل خطوه. حتى تقصر الخطوات، الخطوات تزيد. تنحسب زياده آه. آه. بالحسنات، اذا آه. طيب. قلت لك انا قدمت قبل الفاصل قلت احنا نتعبد بالروايات، طيب. فالروايه تقول انه بكل خطوه كذا حسنه وكذا، إينا. هاي من جهه. اكو جواب نقضي مو حد جواب نقضي اقول هذا اللي يشكل علينا انه احنا نمشي للامام الحسين ما فد يوم اجى باله ان يشكل على مثلا هاي المسابقات تصير ماراثون مثلا عشرات الكيلومترات يمشون الاف الناس يمشون ماراثون شنو هذا؟ الهدف شنو يعني؟ هم مثلا جاي يعطلون السير ويخسرون رياضه وجائزه كذا ذيك الرياضه يجوز وانا لما اعتقد هذا جواب اثنين جواب الثالث احد الشعراء هسه انا الشاعر ما اعرفه واقع حافظ القصيده بس الشاعر ما اعرفه يقول هذا الاشكال اللي يشكره. قالوا اما غير المسير وسيره قلنا كما ساروا اسارى نقتدي م. احنا لما نمشي بهذا مسيرنا انما نستذكر مسير السبايا يعني. نتذكر انا الدهر لا يمشي الرجال صوارما الا اذا احترقوا على جمراتي انت لما تقول لي اكو جوع وانا ما جوعان ما اعرف شنو معنى الجوع شو استشعر الجوع؟ لما اجوع استشعر شنو معنى الجوع، لما اعطش اعرف شنو معنى عطش، لما اقول ان عائله الحسين سبيت من كربلاء الى الكوفه ومن الكوفه الى الشام، قضية بسيطة عبالي هم مثل اليوم راكب طيارة أو راكب سيارة مثل ما تفضلتوا ومرتاحين حديثة ومرتاحين ومواكب بالطريق ويأكل لكن أنا لما أمشي وأستشعر هذا المشي أشوف مثل خصوص إذا وياي أطفالي إذا وياي زوجتي إذا وياي شخص مريض مثلا وأشوف المعاناة اللي يعيشها إنما بكل خطوة أنا أستذكر عيال الحسين بكل خطوة أستذكر العليل بكل خطوة أستذكر الأطفال قالوا أما غير المسير وسيلة قلنا كما ساروا اساره نقتدي قالوا ففي ذاك المسير مشقه قلنا وكيف نثاب ما لم نجهد احنا نريد ثواب ورد بالروايات الاجر والثواب بالمسير الى الامام الحسين المسير مشي من مشى زين فاحنا لما نمشي اولا ماكو واحد مات من المشي حتى اتخفت علينا انه هذا المشي بيتعب وبمشقه وبكذا وبكذا. اثنين احنا ما نستشعر ما 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 مر به اهل البيت، ما عانى منه اهل البيت حتى يوصلوا الدين ويوصلوا ال 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 القران ويوصلوا احكام الشريعه بهذه الجهود. يعني بمسير الإمام زين العابدين بشهادة الإمام الحسين بمعاناة زينب بمعاناة العلويات هذا إحنا نستشعر بالمسير لا يتصور انه المسير انا فقط انا اروح المواكب واكل واشرب وما ادري شنو وكذا والطم، لا لا انا استشعر ولهذا اذا تلاحظ جنابكم يعني من خلال التلفزيون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تشوف كثير من المواكب يطلع ضعف يطلع مثلا جمال ويطلع خيل ويطلع كانه هذا هذا واقع عن تجسيد يعني لما انت تشوف هذه هاي امراه على على ناقه مثلا راكبه على وانت تصور زينب شلون مشت من كربلاء الى الكوفة من الكوفة الى الشام لما شوف طفل صاعد على جمله وهو معزز مكرم بينما ايام ايام زينب ايام سبع عيال الحسين يقول الامام زين العابدين سلام الله عليه كنا اذا دمعت عين احدنا قرعوه في سياطهم او بسياطهم زين احنا نستذكر هاي الماساه ونستذكر ما جرى على اهل البيت من خلال هاي المسيره. هذه مواساة سماح مواساة. هذه مواساة طيب مواساة وهي ايضا. مواساة هسه اثناء كلامكم ذكرتوا قضيه وهم جبالي سؤال هسه انتم قلتوا انا ماخذ ما زوجتي ماخذ ما اطفالي لان ذول صغار بهالحر بهالتعب. هالمشقة هاي المرأة هم تحتاج إلى بعض الأمور كنت تحتشم وتحافظ على هيئتها وتحافظ على سترها وعفافها هذه المشقة وهذه المشاكل تصير وأطفال يحتاجون إلى رعاية تراب تعب حر نومه مو مريحة مخليهم هاي المشقة ليش هو أولا ماك واحد يفرض على زوجته وعلى أطفاله تعالوا أنا أفرض عليكم تمشون لأنه ليس بواجب هذا أولا ثانيا هم يستشعرون هي شلون تعيش الحالة اللي, اللي كونك مع الامام الحسين مو يا ليتنا كنا معكم هي يا ليتنا كنا معكم هي مو مجرد الفاظ انا اقولها وانما انا استشعر طبعا هنا انتم جنابكم راح تودونا الى مساله اخرى على انه المراه ممكن انا اطلع زوجتي وياي ممكن انه المرأة تروح للمشي ممكن هذه التساؤلات تطرح حتى فقهيا نعم الزوجه ممكن تطلع ويزوجها لو احدها نعم. لو البنت لو الاخت لو ما الى ذلك اذكر احنا في حلقات سابقه يعني نعم. مو موضوع الاربعينيه لا في موضوعات اخرى تناولنا قضيه خروج المراه لكونها عمل او دراسه اي كذا ذكرنا بوقتها إن الإسلام ما عنده مانع من خروج المرأة بشرط واحد ألا يتنافى خروج المرأة مع حشمتها أهم شيء بالإسلام عفة المرأة اعتنى بعفاف المرأة أكثر من أي دين وأكثر من أي ثقافة الثقافة الإسلامية اعتنت بعفة المرأة ولهذا الآن لو جنابك تسأل سألني تقول لي شيخنا شنو رأي الفقيه المرجع الله يحفظه بخروج المرأة إلى الزيارة أقول لك يأثر على حشمتها لو ما يأثر إذا ما يأثر طبعا هي تواسي زينب وينبغي لكل واحد من عندنا أنه يواسي بما أنه مريت برأي المرجعية العليا ومن الجانب نعم. الفقهي خليت بشكل عام نعم. الجانب الفقهي وجانب النصائح اللي توجهت إلى الزائرين من المرجعيه العليا خلينا نستفاد من من هذه نعم اكو طبعا على الموقع موقع سماحه السيد الله يحفظه اكو جمله من التوصيات خاصه بزوار الاربعين خاصه بالزعاري خاصه بمسيره الاربعين يقول هاي المسيره المقدسه المليونيه شو يصفها شو سماحه السيد حتى يعني مسيرة المليونيه المباركه مباركة. نعم يقول هاي المسيره اللي يعني العالم كله انشغل بها طيب ينبغي ان نعطيها حقها اولا ان كيف نعرف احنا علماً. نعم اولا ان نعرف اللي سايرين الى شنو مقامه الامام الحسين سلام الله عليه بحقه انما احسنتم انما ضحى بنفسه ضحى بعياله ضحى باصحابه من اجل ان يوصل لنا الدين طيب. اللي ينبغي ان نحافظ احنا على الدين اولا انا لما اسير اعرف انه انا ساير الى قبله الاحرار وهو الامام المعصوم الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول انت لما تسير بهذه المسيره المليونيه هذا الطريق المقدس، هذا الطريق اللي اللي هو عباره عن مدرسه مثل ما قبل قليل بينت قلت هذا مدرسه، هذا عباره عن دوره تربويه اذا صحت العباره طيب. دوره تربويه، يعني الانسان اللي 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 عنده موبقات، عنده انحرافات، عنده تجاوزات، عنده تقصير بعباداته لما يسير على هذا الطريق ينبغي ان كل هاي الامور كوني صححها قبل ان يسير تعالي. على درب الامام الحسين، صحح مسيرتك مع الله عز وجل يلا تجي الى الامام الحسين سلام الله عليه، لهذا السيد الله يحفظه اشار الى قضايا انا باختصار لان يعني طالباً نعم. طلبا خاف الوقت ما يسمح، اول شيء الله الله في الصلاه. تاكيد احنا بقى لما بقى الصلاة. لما لما رايح انت للامام الحسين استذكر ان الامام الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء لما احد اصحابه قال يا إيه ابن رسول الله هذا في وقت نعم في, في, في شده المعركه جثث قتلى جرحى ما كذا الامام دعا لصاحبه دي هو ابو تمام الصائدي قال لذكرت الصلاه جعلك الله من المصلين الذاكرين هاي عباره الامام الحسين السيد الله يحفظه يذكرها يقول الامام الحسين دعا له بان يجعله الله عز وجل من المصلين الذاكرين فانت خلي نفسك بمكان هذا ابو تمام الصيداوي لما يصير وقت الصلاه سواء كنت انا ابو موكب سواء كانت زائر أنا زائره ما ادري كذا لما يصير وقت الصلاه هذا شيء مقدس، هذا هذا خط احمر، مو انا والله صار وقت الصلاه لا خل اوصل الى فد فد بعد فد كيلو امشي او فد 10 امتار أبداً, ابدا ابدا. يعني ينبغي لكل مؤمن هاي قضيه مؤكد عليها اولا من القران ومن السنه والمرجع الله يحفظه اكد عليها، الله الله في الصلاه في وقتها في وقتها ولهذا طيب الامام آه الامام الصادق سلام الله عليه فيما ورد عنه يقول اختبروا شيعتنا عند مواقيت الصلاه. العالم الان قاعد يصور العالم قاعد يجي يعني الان صحفيين من كافه البلدان والديانات والمذاهب وكل شيء فهذا من يجي بعضهم مو كلهم احنا ناخذهم على حسن نيه، لا بعضهم يجي يدور يعني سقطات يدور اخطاء, يصيد, يدور أخطاء يصيد ما اريد ابقي فالشيء يعني يعاب على الملائكة خلينا نشوفنا شلون كونوا زينا لنا ولا تكونوا زينا علينا، كيف نكون زينا كونوا زينا علينا بان اقتداءكم بالصلاه طيب بوقتها هذا قضيه رقم واحد. القضيه الثانيه اللي اكد عليها سماحه السيد وهي الاكل بالطريق، اولا اكو جماعه اشتباهين غفلتين وهو يمشي ياكل يقول احترام لهذا النعمه المقدسه زاد الطعام اقعد واكل انت وتمشي تاكل والله اكسب وقت حتى الحق بجماعتي حتى كذا السيد الله يحفظه يوصي يقول الاكل اولا لا تكثروا من الطعام لا الاكثار من الطعام مو في محله احترام للنعمه ايضا في جانب صحي. صحي واخلاقي في كل الجوانب اقعد يقول اقعد اكل, أكل. أرتاح ولا تأكله لا تكثر لتكثر. من الطعام ثلاثة الاكثار من المزاح او او كلام بامور الدنيا خصوص اولادنا الشباب الشباب يعني خب رسول الله صلى الله عليه واله يقول اوصيكم بالشباب خيرا فانهم ارق افئده والشباب هم املنا وامل مستقبلنا زين لكن احنا من باب التوجيه والنصح لا من باب الطعن بهم ونقول هم لا هم اولادنا نعم بعض منهم يعني يستهين بهذه القضيه يعني و... غفله اشتباه نقول يا اولادي يا شباب هذا المسير انت اعرف لمن سرت انت ماشي علما يعني يعني اللي انت رايح له وضحى بكل شيء من اجل الصلاه اذا انت رايح ومصلي فما كثر من ذهابك اذا انت رايح وتضحك وتشاق ويا صاحبك هذا المزاح اذا ما صارت الثمره اللي قبل قليل لما ما بتفعل القضيه لما لما قلت كما ساروا وسارا نقتدي احنا نريد نعيش الماساة مم. اللي عاشتها عشت زينب نريد نعم. نعيش الماساة اللي عاشها زين العابدين سلام الله عليه نريد نعيش الماساة اللي عاشوها اطفال الحسين فاذا أنا امشي الشاق ويا صاحبي هذا تفاعل معناته تماك اذا هذا ما كنت ثمره ما تحقق الهدف من المشي الى زياره الامام الحسين اذا انا مره اكون مثل ما ذكرنا قبل الفاصل مرة تكون عادة والله أنا متعود كل سنة أكون أروح ومرة أجعلها عبادة أجعل أحصل الأجر والثواب فينبغي ترك المزاح ترك التكلم بأمور الدنيا ينبغي للإنسان المؤمن أن يكثر من ذكر الله عز وجل سبح فيه تسبيح الزهراء سلام الله عليها إيش حافظ من القرآن يقدر يقرأ آه هذا الموبايل بقرآن بي نعم يقول هذا القرآن خصوصا لي طريقة بعيد يقول يقدر يوميا يقرأ عشرة أجزاء، إحنا منا مثلا نسوي ثلاث أيام، يعني. يقرأ له يوميا عشرة أجزاء وهو يمشي والقرآن بيده فلما يوصل ختم القران يهدي الى صاحب المناسبه للامام الحسين سلام الله, الله عليه, عليه يهدي الى صاحب العصر والزمان يكون هو حصل الاجر ومحصل هذا يعني ثواب قراءه القران جيد طريقه بعيد عشرة ايام يسوي طريق حتى لو ثلاث اجزاء اربع اجزاء ممكن يكتب القران ممكن. مرتين ممكن يقرا الادعيه الماثوره الوارده عن الامام زين العابدين سلام الله عليه فالانشغال بذكر الله عز وجل من التسبيح من التهليل من اي ذكر قراءه قران فهذا ايضا ينبغي ان لا يغفل عنه الاخرون، لانه انا ما طول منشغل بذكر الله عز وجل انا في عباده، وهذا طريق طريق العباده، طريق الجنه، طريق الاحرار، فينبغي للمؤمن ان يكثر من الذكر في هذا الطريق المقدس، بعد يقول خل تظهر عندكم روح التعاطف والتعاون والمحبه، يعني مثلا انا شفت لي امراه مثلا عندها جنطه او عندها عربانه تدفع، شنو المانع انه اساعدها؟ وانا الشاب او انا مثلا عندي فرد قوه وعندي امكانيه ان اساعدهم، خيش روح التعاون، مثلا في مكان ممكن يسع لشخصين، أنا أتحمل أنت ما كرسي مثلا موجود كرسي واحد أخلي التعبان الرجل الكبير المرأة الطفل كذا يقول روح التعاون خلي تبين تبين عليكم فيصير روح التسامح روح التعاون روح التآلف روح التواد وفعلا هو هذا موجود أنا ملاحظه يعني من خلال السنوات الماضية أشوف في زيارة الأربعين أشوف ماكو تكبر ماكو يعني أنانية هاي الذوب امام الزائرين قال ما طول انت زائر الحسين تفضل حتى لو تقعد على جسمي حتى لو تقعد على راسي انت ما طول زائر الحسين هذا طعامي لك هذا شرابي لك هذا مكاني لك لكن اكو قلت لك حالات كذا وكذا نعم. من الانانيه السيد الله يحفظه يوصي يقول هاي روح الانانيه ختروح من عندك ذوبها خلي روح التعاون روح التسامح روح التعاطف السود بين المؤمنين بين الزائرين للامام الحسين سلام الله عليه أكد على قضية مهمة هي قضية الحجاب م. قضية الحجاب يجب طبعا مو فقط في زيارة الأربعين لكن بما أنه إحنا نتأسى بأهل البيت في هذه الزيارة المباركة خب اه خواتنا المؤمنات هن يمثلن زينب يواسن زينب سلام الله عليها يجب أن يستذكرن بأن زينب سلام الله عليها ما كان يرى شخصها ما كان يرى ظلها حتى شخصها أو حتى شخصها ما كان يرى لزينب ظل ما كان يسمع لها صوت هذا يحيى المازني يحيى المازني يقول جاورت علي بن ابي طالب زمانا مده طويله فلم ارى لزينب شخصا ولم اسمع لها صوتا فينبغي للمؤمنه لما رايحه تواسي زينب اي مظهر ترك الحجاب هسه هاي القراصه الكبيره هاي الجوارب الشفافة هاي الزينه هذا المكياج هذا اكيدا هي ما جايت واسي زينب لما لما تفعل هيك امور طبعا بعضهم اشتباها بعضهم غفلة احنا ننبه نقول انتم الان زائرين للامام الحسين ينبغي اولا هو الحجاب في كل زمان هو يعني مريود مو مو فقط في الزياره الأربعين واللي تدري بنفسها وراح تقدر تحافظ على حشمتها لا احسن افضل انه ما تطلع احسنت اخو بعد اذا تعارض انا قدمت قبل قليل قلت اذا تعارض زيارتها وخروجها للامام الحسين مع حجابه بعد هنا يقف الاسلام موقف المنع ممنوع لكن اقول بعضهم هسه هاي قضيه الغتره الخضراء اللي يخلوها على على الكتف طبعا هاي منهي عنها ليش؟ انا انقل لهم الروايه روايه لا تعتبر زينه سمعت طبعا طبعا زينه لا واي لا. زينه محرمه بس خل انقل لك هاي الروايه عن سهل ابن سعد الساعدي يقول انا دخلت الشام بالسنه التي ادخل بها عيال الحسين قضيه طويله اخذ محل الشاهد يقول لما اجيت زينب سلام الله عليها قلت لها سيدتي انا خادمكم سهل ابن سعد الساعدي ممن راى جدكم رسول الله صلى الله عليه واله خدمه اقدمها لكم قالت لي يا سهل عندك شيء من الدراهم؟ ايش تسوي بالدراهم؟ نعم سيدتي قالت ادفعها لحامل الرؤوس ليتنحى عنا فقد خزينا من كثره النظر الينا حتى الناس يعني لايبعون. راس الحسين تقول اخي وخلا حتى لا فمو انا اجيب وصله خضراء اخليها حتى, حتى الناس, الناس تتفرج او اجيب فشيء ملفت للنظر ملفت للنظر. كاسكيتة شفقه شفقه او نظارات او ما ادري فد, فد امور يعني او مثلا تمشي تاكل بالطريق تاكل عصي موطه تاكل تشرب عصير تاكل فد ينبغي للمراه ان تحتشم ان تحافظ على عفافها تحافظ على حشمتها اكثر من غيرها خصوص البنات الشابات يعني تليفون ماكو داعي انا امشي واخابر اقعد اخابر وفي امان الله اما انا اصور سواء كان للشباب او للشابات موبايل واصور واستذكر وكذا وفي كل مقام وكذا. هاي وين وين بعد صار المواساه للحسين وين صار المواساه لزينب سمح الشيخ يعني ايضا نح من قضيه التصوير للغير هذا أحسنتم. أحسنتم. لا لا مشكل شرعا الناس غافلين عنها منو يتجوز من لانه يصور الاخرين نعم. احسنتم كان حتى لو انا كنت في وضع اعتيادي حتى ابو موكب ابو ايا كان ما, ما يسمح لي طبعا لانه هذا الزائر بعد هو في طريق وصار لأيام ايام يمشي الا اذا يستاذن هسه يستاذن بعد هو حتى اذا صور النفس احنا استاذ ابو زينب في اي حال انا لما سائر الى الامام الحسين سلام الله عليه انا اعيش الماساه انا عايش شلون شلون سارت عائله الحسين شلون زينب واخوات زينب يعني اذا ابقى اصور وابقى ادور اكل وشرب هذا بعد ما ما يتناسب نعم. سمح الشيخ اذا تسمحون عندنا اتصال من اخت ام عباس من كربلاء تفضل ام عباس تسمعيني؟ ام عباس ويانا على الخط بصدر. سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام, السلام. عليكم. عظم الله يجوكم ان شاء الله اجركم يعني تعرف من عندنا من في الشهداء اطرف من عليه السلام بس ما يعني باختصار ما اقدر صح كل كلام الشيخ كلامكم صحيح يعني عندي الى والحمد لله والشكر مؤمنين هو يعني هاي يعني المرأة دي ما عن بعض السنوات يعني عمرها او تحت الاطفال نقول هذا من رخصه الحكم العالم يعني من يستوجب الديار انها خصيتها ونحن يعني احترامها وتعرف من عندنا من راح يوصل داخل الشرق لا خطوره يعني هذول ما لهم علاقه بالديار اصلا من يستوجب يعني بس يعني المره اللي عندها اطفال ما تقدر وتحب ان تجي اما يعني نقول عنها او يعني تفرغ نفسها وحدها او او الله يجازيكم بالاحسان ويسلم عليكم على جميع الزوار الله يحفظكم ويرعاكم ويسلمكم ويتقبل اعمالكم مع عباس حياكم حياكم الله الله يتقبل اعمالكم نعم تعيد كلامكم مم. وتذكر بعض الحالات المرتبطة بقضية النساء نعم يعني هي خوب القضية قضية عامة ومو خفية على الناس مو خفية أكو أيدي مغرضة تشجع هاي القضية أنا يعني ما أبرئ ساحة العدل خصم يعني اكو بعض اللقاءات تصير وينشروها على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء للقضيه الحسينيه فالقضيه انت لا تتصور انه كل من سار على درب الحسين كل من سار على هذا الطريق هو مخلص في 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 مدعاه هناك من يعني يسيء للقضيه يعني مثلا لما يطلعوا على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا شباب يشوفهم مثلا بحاله ما مقبوله صحيح. سواء بنات او مثلا يطلع يصرح والله انا جاي على مود آه على مود صاحبتي او على مود كذا او على هذا يسيء للامام الحسين هذا ما يفرق عن حرمله اللي قاتل الامام الحسين ما يفرق عن عمر بن سعد ما يفرق عن شمر بن ذي الجوشة هذا خاف ما, ي... ما منتبه نفسه اكو على اساس هم يعني يصورها في في الثقافه يصورها فرس حريه يصورها لا هاي اساءه للمذهب اساءه للامام الحسين يعني اذا هذول اكو وراهم من 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 يريد ان يسيء للقضيه الحسينيه لا تصور القضيه ذكرت ما الدين. الدين. وما قله نعم. ما فاهمين هي هاي الزياره شوكه في عيونهم فلقوا من من يجند نفسه من صحيح. من من يبيع دينه من اجل الدنيا يعني يطيب فرد مبلغ زهيد يقول له انت اطلع هيك تكلم او التصرف هذا تصرف هذا مثل ما ذكرت لك قبل قليل قلت لك اكو هناك من الصحفيين من مثلا من غير مذهب من غير دين يجون يصيدون الخط... السقطات اللي تصير السقطات اللي هي نادره وقليله في حين في حين انا اشاهد يعني اليوم يمكن أو البارحة أقرأ أنه رحالة من الشيك من شكستفاكة جاء يقول أدعيش هاي القضية فهو متعجب يقول أنا يعني لما يعرفون أنا مو مسلم مو مسلم يقول يزيد اهتمامهم به يعني يقول كنت اصور اذا عرفوا انا مسيحي انه يعني راح حالة المال. ما راح مين يعني, يعني تعال انه انت مو مسلم انت لا تاكل ويانا لا تشرب وي. يقول لقيت العكس عكس. تماما من. من يعرفون انا اجنبي انا مثلا مسيحي او انا كذا يزيد اهتمامه وكل من يقول تعال للبيت لا تجي للموكب فهاي فكلمه هاي يعني تشعر المقابل يقول كانه هو نفسه هذا الرحاله يقول كأنهم يتعلمون من الإمام الحسين سلام الله عليه اللي هو ما فرق بين الغلام التركي وبين علي الأكبر يعني ما تعلموا هذه الوحدة الإنسانية أنه الحسين من أجل الإنسانية فهم يريدون أن ينقلوا صورة للعالم انه ترى احنا على سير الحسين على منهج الحسين فاحنا هاي الصوره المشرقه حرامات مع الاسف انه يضيعها بعض تصرفات الشباب غير المسؤوله على انه لو لو يصور لو يعني يشوف نقاط الضعف يشوف يصورها وينشرها ويسوي لقاءات مع ناس غير محترمين ويحاول ينشرها فهذا اقول له انت لا تقل لا تقل عن من حارب الامام الحسين انت لا تقل مسؤوليه عن من وقف بوجه الامام الحسين فالله الله بالقضيه الحسينيه ارجعوا الى انفسكم أه شوفوا تصرفاتكم هاي انت لما تسير على درب الامام الحسين يعني اول خطوه يضعها الانسان على طريق الامام الحسين سمي بزائر الامام الحسين نعم. بعد بعد اول اول خطوه انتسب زائر الامام الحسين بعد العنوانات كلها راحت انا مدير دائره انا مدير شركه انا ضابط انا مدكور. غني فقير كلها تذوب بقى زائر الحسين ولهذا تشوف امام الزائرين الكل يتواضع الكل يتصاغر ما بعد ما بعد يبقى لا, لا معمم ولا شيخ عشيرة ولا مدير دائرة ولا ضابط ولا كل واحد مع زائر الإمام الحسين يقول أنا أتمنى أن أكون خادم لزوار الإمام الحسين سلام الله عليه فإذا هالمدرسة هاي هالمنهج التربوي هالمنهج العبادي هالمنهج التعليمي ما يتكرر بقيه الديانات بقيه المذاهب يتمنون ان تكون عندهم هكذا تجمعات فينبغي لنا ان نستغل هذه هذا التجمع ان نتقرب به الى الله عز وجل ان نكون من يواسي رسول الله صلى الله عليه واله من خلال اخلاقنا من خلال تديننا من خلال التعاون مع الاخرين من خلال صلاتنا وعبادتنا وحجابنا وحشمتنا نسال الله عز وجل ان يوفق جميع المؤمنين والمؤمنات آمين لزياره الامام الحسين آمين وان يرجعهم الى عوائلهم سالمين غانمين بحق محمد وآله الطاهرين امين اللهم وصلي على محمد وال محمد الله يرزقنا واياكم زياره الامام حسين في يوم الاربعين وينطينا الاجر والثواب اللي ذكر لهذا اليوم المبارك اسمع الشيخ الدكتور عبد الامير البصري شكرا جزيلا حياكم الله وبياكم الله, الله يحييكم وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعه والاصغاء ملتقانا الاسبوع القادم وحلقه جديده من برنامج نقطه الضوء تقبل تحياتي وتحيات كادر العمل في مكتب النجف الاشرف السلام عليكم ورحمه الله